نمسي عليكم بالخير أعزائي المشاهدين. الأجواء الحالية أجواء حارة، وتصل درجات الحرارة حاليا على معظم المناطق البرية ما بين 36 إلى 42 درجة مئوية. رياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، لكن أيضا قد تنشط على فترات خلال هذه الليلة، وقد يستمر أيضا نشاطها على فترات حتى نهاية نهار يوم الغد. قد تصل سرعة الرياح أحيانا ما بين 12 إلى 45 كيلومتر في الساعة، مثيرة للغبار على بعض المناطق خاصة الصحراوية والمكشوفة، مع أيضا أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا، وفرص الأمطار أيضا واردة ومستمرة حتى نهاية نهار يوم الغد، خفيفة متفرقة وقد تكون رعدية على بعض المناطق. الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء حارة، وتصل درجة الحرارة حاليا في مدينة الكويت إلى 41 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 21%، أما الرؤية الأفقية ممتازة تتجاوز 10 كيلومتر، رياح حاليا جنوبية شرقية سرعتها 6 كيلومتر في الساعة. لا زالت دولة الكويت تقع تحت تأثير امتداد بعض المنخفضات الجوية اللي مأثرة علينا بتقلب في اتجاه الرياح ما بين جنوبية شرقية إلى شمالية غربية على بعض المناطق. متوقع أن هذه الأجواء وأيضا الرياح المتقلبة الاتجاه قد تستمر معنا خلال هذا الأسبوع، وأيضا عبور السحب وارد ومستمر معنا خلال هذه الليلة، ورح يستمر معنا أيضا حتى بداية يوم الأحد. الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة أجواء حارة إلى مائلة للحرارة، ومتوقع تصل درجات الحرارة في معظم المناطق البرية وكذلك داخل البحر ما بين 34 إلى 37 درجة مئوية. رياح متقلبة الاتجاه ما بين جنوبية شرقية على المناطق الساحلية إلى جنوبية غربية وشمالية غربية على معظم المناطق الغربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، لكن أيضا نشاطها وارد على فترات، قد تصل سرعة هبات الهواء ما بين 12 إلى 45 كيلو متر في الساعة، لذلك فرص الغبار واردة على بعض المناطق خاصة الصحراوية والمكشوفة، وأيضا فرص الأمطار واردة خفيفة ومتفرقة وقد تكون رعدية على بعض المناطق. مع دخول ساعات الصباح الأولى من يوم الغد راح يستمر معنا الهواء جنوبي غربي إلى شمالي غربي، أيضا راح يكون خفيف إلى معتدل السرعة في صباح يوم الغد، قد يصل ما بين 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة، وأجواء متوقع أيضا راح تكون حارة إلى مائلة للحرارة، وقد تصل درجات الحرارة في صباح يوم الغد على معظم المناطق البرية وكذلك داخل البحر ما بين 31 إلى 34 درجة مئوية. وأيضا راح نلاحظ مع تحول الرياح في صباح يوم الغد إلى شمالية غربية راح تبدي تقل السحب تدريجيا، وأيضا تتراجع معها فرص الأمطار نسبيا في صباح يوم الغد، لكن أيضا في منتصف يوم الغد ومع عودة الهواء الكوس، وأيضا راح تبدي تتكاثر السحب مع تحول الرياح إلى رياح جنوبية شرقية مرة ثانية، راح تعود معنا فرص الأمطار المتفرقة وأيضا قد تكون رعدية على بعض المناطق. أجواء راح تستمر شديدة الحرارة في منتصف يوم الغد، وقد تصل درجات الحرارة في معظم المناطق البرية ما بين 44 إلى 48 درجة مئوية، وقد تزيد عن هذه المعدلات في بعض المناطق الصحراوية والمكشوفة، وأيضا تقل عن هذه المعدلات على بعض المناطق الساحلية وداخل البحر، لكن مع الهواء الكوست دائما تكون نسب الرطوبة مرتفعة على المناطق الساحلية وداخل البحر، لذلك الأجواء أو الحرارة المحسوسة على هذه المناطق راح تكون مرتفعة عن المعدلات المسجلة. البحر خلال نهار يوم الغد راح يكون خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحيانا خاصة مع هبات الهواء، وقد يصل ارتفاع الموج في نهار يوم الغد ما بين 2 إلى 6 أقدام، ومع تراجع سرعة الرياح راح تبدي تقل الأجواء تدريجيا، وراح يقل ارتفاع الموج تدريجيا، قد يصل في مساء يوم الغد ما بين 1 إلى 5 أقدام، وباكر ثاني أيام الحمل اللي تكون في تيارات الماء قوية. المواقيت بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت: موعد أذان الفجر الساعة 3:44، شروق الشمس 5:11 دقيقة، وموعد أذان المغرب الساعة 6:36 دقيقة. أما بالنسبة للطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة: الهواء الكوس راح يستمر معنا في نهار يوم الغد خفيف إلى معتدل السرعة، وقد ينشط على فترات خاصة على المناطق الساحلية وداخل البحر. سرعة الرياح في نهار يوم الغد قد تصل ما بين 12 إلى 45 كيلومتر في الساعة، ورح تبدي أيضا تتحول تدريجيا إلى رياح شمالية غربية مع نهاية نهار يوم الغد، ورح تستمر معنا لعدة أيام. أجواء راح تكون شديدة الحرارة، قد تصل العظمى في مدينة الكويت إلى 46، أما الصغرى المتوقعة 35 درجة مئوية. نشاط الرياح راح يتسبب بإثارة بعض الأتربة والغبار على بعض المناطق خاصة الصحراوية والمكشوفة، وأيضا فرص الأمطار واردة بفعل الارتفاع في نسب الرطوبة على بعض المناطق. هواء شمالي غربي إلى متقلب الاتجاه متوقع من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء، مع أيضا
نسب رطوبة قد تكون نوعا ما مرتفعة على بعض المناطق خاصة الساحلية وداخل البحر. أجواء راح تكون شديدة الحرارة قد تصل العظمى في مدينة الكويت ما بين 47 إلى 49 درجة مئوية، أما الصغرى المتوقعة راح تتراوح ما بين 34 إلى 36 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي جولتنا الجوية، ونترككم مع درجات الحرارة في بعض العواصم والمدن حول العالم.